النهاردة احنا هنتكلم في نظام التعليم الحديث، التعليم الجديد 2020، والهجوم الصاخب على وزير التربية والتعليم وعلى النظام وعلى المنظومة، والناس مش فاهم حاجة، والمدرسين قلقانين، وأولياء الأمور زعلانين وغضبانين. والنهاردة احنا عايزين نشوف ايه المميزات وايه الإيجابيات أو السلبيات. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على المصطفى، اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم لا علم إلا ما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. كل سنة حضراتكم طيبين. وقبل ما أبدأ النهاردة أنا ببدأ موضوع جديد، كل الناس متعودة بنشتغل تعليمي ثانوية عامة، هنشتغل إن شاء الله تعليمي ثانوية عامة، وهنكمل فيديوهات المنهج، وهنعمل فيديوهات قوية جدا 2020 قريب جدا هنبدأ نحمل فيديوهاتنا. بس النهاردة أنا حابب أجمعكم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، أهم من المنهج بتاعنا. وفي حاجة أهم من منهجنا؟ طبعا في حاجة أهم من منهجنا لازم الناس كلها تعرفها. النهاردة احنا هنتكلم في نظام التعليم الحديث، التعليم الجديد 2020، والهجوم الصاخب على وزير التربية والتعليم وعلى النظام وعلى المنظومة، والناس مش فاهم حاجة، والمدرسين قلقانين، وأولياء الأمور زعلانين وغضبانين. والنهاردة احنا عايزين نشوف ايه المميزات وايه الإيجابيات أو السلبيات. تعال نشوف بسرعة موضوع النظام الحديث في عبارات بسيطة وسهلة عشان نساعد كل واحد من أولياء الأمور، من إخواتنا ومن أهالينا، ونساعد كمان الطلبة ونحاول نفهمهم. طبعا كانت الشكاوي في النظام السابق دايما الدروس الخصوصية ومافيا الدروس الخصوصية والجشع اللي بقى عند المدرسين والكلام اللي احنا عارفينه، مش عايزين نخوض فيه كتير لان كلنا بندي دروس خصوصية وكلنا بنشتغل. كلام محترم. ومن الحاجات اللي كان بنسمعها من صفوة المثقفين من اولياء الامور ان ازاي ابني يجيب 405 و406 وما يدخلش كلية محترمة، وزميله جاب 407 ولا 407 ونص ودخل كلية الطب. فطبعا المناهج كانت بتعتمد على الحفظ، والمناهج بتعتمد على التلقين، وعلشان كده كانت بتقيس الحفظ وما بتقيس القدرات بتاعة الطالب، سواء الفهم او التذكر او كل المواصفات بتاعة الاسئلة العامة. كلام جميل جدا. عشان الخص على حضراتكم، احنا عايزين نعرف ببساطة ايه هو النظام الجديد. النظام الجديد بيعتمد على فهم الطالب وعلى نشاط الطالب وشغله طوال العام. الكلام اللي انا بقوله لاولياء الامور لاخواتنا والاهلنا كلهم عشان نعرفهم النظام الجديد ده عباره عن ايه، والموضوع الهجوم الصاخب اللي احنا سامعينه وشايفينه لازم نعرف ان هو في كتير من الناس اللي بتهجم وبتهاجم هي مش فاهمه يعني ايه النظام الجديد ومش فاهمه الناس بتعمل ايه. انا هنقول وهنشرح بالراحة خالص وهحاول أوضح لكم وأفهم لحضراتكم النظام الجديد. النظام الجديد ببساطة إن الطالب بياخد منهج، المنهج ده كتاب عادي من وزارة التربية والتعليم، المفروض إن المدرس والمعلم بيشتغل مع الطالب المنهج ده. كلام محترم. سواء مدرس الدرس، المدرس الخاص بتاعه في السنتر، أو المدرس بتاع المدرسة. ولكن أنا بامتحن الطالب في منهج موازي ومتحرر مطابق للمنهج اللي الطالب درسه. على سبيل المثال ببساطة شديدة، لما الامتحانات جت صعبة او حست ان هي خارج المواصفات بالنسبة لمدرسين الدروس الخصوصية، ان انا واحد منهم وعيد واكرر هذا الكلام، فالناس سألت الوزير فقال لهم الاجابة مش في الكتاب بس الامتحان من المنهج. فالناس قبلت الكلام ده بسخرية كبيرة جدا، ويعني كوميكسات سخيفة ملهاش اي لازمة، وهجوم انا مش شايف يعني ان ليه اي لازمه، لان الموضوع هو سوء فهم من الناس وسوء فهم من الاساتذه اللي هم زمايلي الاساتذه الافاضل. انا هتكلم على ماده زي ماده اللغه العربيه اللي هي تخصصي عشان ابين لكل اساتذتي وكل الناس الزملاء المحترمين الوضع ازاي والشغل ازاي. حضرتك انت عندك منهج بتشتغله مع الطالب بتاعك، منهج عادي جدا، كلام محترم. بتاخد المنهج، وليكن النص الأول عندك في المنهج وصية في العصر الجاهلي، كويس. أنا بدرس للطالب وصية في العصر الجاهلي،
وبعد ما بدرست الوصية في العصر الجاهلي لازم الطالب يقيس كل الوصايا ويبدأ بمصادر البحث بتاعته ووصايا العصر الجاهلي عن طريق التابلت اللي معاه أو عن طريق المدرس اللي عنده إمكانيات يعمل سمارت بورد وشبكة نت قوية ويبدأ يشتغل، هيرد إخواننا بتوع الصعيد وبتوع الناس القرى إن إحنا أصلا منهم. يقول لك طب النت عندنا ضعيف، ممكن المدرس ببساطة شديدة يكلف الطالب بإعداد بحث عن وصايا في العصر الجاهلي. يدخل المدرس ببساطة يقول للطالب إحنا درسنا وصية أم لابنتها في العصر الجاهلي، كلام محترم، أو وصية أب لابنه في العصر الجاهلي. أنا عايز حضرتك تجيب لي أربع وصايا من العصر الجاهلي، تدخل على السيرش وتكتب وصايا العصر الجاهلي وتلخص لي فيهم ثلاث حاجات: التعريف بالراجل اللي كاتب الوصية تكتب لي فيه ثلاث سطور، وتكتب لي أربع سطور من الوصية اللي حضرتك قريتها، وتكتب لي الأهداف والدروس المستفادة من الوصية اللي أنت درستها أو اللي أنت قريتها. لما الطالب يدخل يبحث بنفسه ويجيب أربع وصايا أو خمس وصايا في العصر الجاهلي غير اللي هو حضرتك أنت درستها له في المنهج، الطالب بقى ملم بالفكرة وعنده إلمام وعنده وضوح بالفكرة ومهارة على مدار العصر الجاهلي مش على مدار النص. يا جماعة المضمون واحد ولكن الشكل هو اللي مختلف. أنا الطلبة بتوعي اللي أنا بدربهم لما كلفت الناس ببعض الأبحاث، لما نزل امتحان التابلت في سنة تانية ثانوي لمركز الامتحانات، الطلبة لقت نص الأسئلة اللي موجودة في امتحان التابلت الطلبة مطلعينها بإيديها وجايبينها من الأبحاث اللي هم عملوها على النصوص وعلى القطع المعلوماتية أو العلمية وهكذا. حضرتك ده بيوسع مدارك الطالب وبيخلي الطالب يفهم كويس جدا لأن الطالب يبدأ يشتغل. يا جماعة المشكلة مش في النظام ولا المشكلة إن الامتحانات صعبة، المشكلة إن اللي بيتكلم مش فاهم يعني إيه النظام الجديد. مدرس الدرس بيدي للولد المنهج اللي عنده وبيحفظه له، والولد بيروح يحاول يحفظ المنهج ويروح يجيبه، فبالتالي ما بيلاقيش أي أسئلة من المنهج. حضرتك أنا بدرس عليك شعر الحكمة في العصر الجاهلي، درست لك وصية أو درست لك شعر حكمة قصيدة لزهير في شعر الحكمة وانت طالب في الصف الثاني الثانوي، هتدخل حضرتك في العصر الجاهلي والأستاذ يكلفك ببحث، البحث ده عبارة عن ورقة واحدة تجيب لي خمس شعراء من العصر الجاهلي كتبوا في شعر الحكمة، وإن يكن لكل شعر ثلاث أبيات أو أربع أبيات، مش كتير. من الطالب إن يبحث وإن يتعلم وإن يبقى عنده مصدر فهم ومصدر بحث. الموضوع بسيط جدا، لو كل زمايلنا اتبعوا الموضوع ده هتفاجئ إن الطالب عارف الامتحانات قبل ما تيجي، الطالب فاهم هو بيعمل إيه. القطع المعلوماتية أو القطع العلمية، حضرتك تقسم القطع العلمية لثلاث حاجات: أول حاجة الثقافة أو البيئة وما يشملها من تلوث ومن بعض الإشعاع والليزر نقسم البيئة. بعد كده نتكلم على الفضاء والكواكب، قطع عن الكواكب، قطع عن القمر، قطع عن الشمس، وده موجود في بنك الأسئلة. وحضرتك لو دخلت بحثت قلت أنا عايز موضوع عن الشمس هيجي لك قطعة ممتازة وحضرتك تصوغ عليها أسئلة. لو جبت كم قطع عن الفضاء وعن الأجرام السماوية مع كم قطع عن البيئة مع كم قطع عن الحيوانات مثل الضفادع والنمور والأسود وما شبه ذلك، انت بقيت ملم جدا بالقطع العلمية. أشعة الليزر، النانو تكنولوجي واستخداماته في الطب، العلاج بالإشعاع، الحاجات العلمية ممكن حضرتك تلخصها في 10 موضوعات. يا جماعة احنا ليه مبهدلين الدنيا وليه عاملين وجع دماغ؟ والناس كمان بعض الاساتذه اللي بتعتمد على الحفظ وبتعتمد على التلقين فعلا هي موتره اولياء الامور، اولياء الامور رايحين بيتكلموا بيقولوا ايامنا ضاعت. حضرتك السنه تجريبي، سنه اولى تجريبي وسنه ثانيه تجريبي، طب وثالثه ثانوي؟ المدرسين بتوع السناتر بيقولوا للطلبه انتوا هتضيعوا السنه الجايه. طب ثالثه ثانوي والسنه الجايه على النظام القديم والسنه اللي بعدها على النظام القديم، طب حضرتك انت قلقان ليه؟ انت لما النظام نزل السنه اللي فاتت قلت كنا المفروض ناخد سنه تجريبي، طب الراجل عمل 3 4 سنين تجريبي، يعني سنتين وكمان سنتين جايين تجريبي، طب انت حضرتك محتاج ايه؟ ايه المشكله عندك؟ المشكله ان الطالب لازم يروح يحفظ ورقه عند الاستاذ
المدرس المعلم المحترم اللي بيديله، فيروح يلاقي نفس الورقه في الامتحان فيقوم صامم الورقه وكاتبها في الامتحان ويجيب فول مارك الدرجه النهائيه. ده مش نظام تعليم يا جماعه. هل ايجابيات النظام او الدكتور طارق شوقي بالمناسبه، انا مش مستشار للدكتور طارق ولا مستشار للوزير ولا في الوزاره، وانا بقول طارق شوقي ده ارقى وزير تربيه وتعليم واعلى وزير تربيه وتعليم جابته مصر، والناس مش هتفهم الكلام ده دلوقتي، لان هو بيحافظ على الطلبه وبيحافظ على قدرات الطلبه. الطلبه بقت بتحفظ ومش فاهمه اي حاجه، وللاسف معظم الاساتذه اللي شغالين هم صانعي النجاح. بقوا صانعوا نجاح ليس اكثر، الموضوع بقى كده، بقى صنع للنجاح وليس ابتكار. يجي بعض الناس تقول لك اصل المشكله في التابلت، انا بناقش القضايا مع كل اولياء الامور اللي هم اهالينا في النهايه. يا جماعه النظام ملوش علاقه بالتابلت وملوش علاقه بالشبكه. المدرسين اللي بتقول لكم كده بتضحك عليكم، والدليل ان نفس نظام الاسئله كثير من المدارس امتحنوه بالطريق الورقي، عن طريق الورقي وليس التابلت. الموضوع ملوش علاقه بالتابلت. يعني نجاح النظام مش في التابلت، اللي انا الاقي صوره معمول عليها تابلت ومعمول عليها علامه اكس، ماليش علاقه بالتابلت، ولكن انا لي علاقه بنظام التعليم، ان الطالب هيدرس منهج، والمفروض ان المدرس المرموق اللي بيشتغل مع الطالب اللي حضرتك مختاره لابنك يدرس منهج للطالب مشابه، والمدرس ما يجيبش المنهج بل بالعكس يقسم الطلبه لمجموعات ويخلي الطلبه تدخل وتبحث. ولو امكانيات المدرس عاليه فبيجيب سمارت بورد وبيجيب شبكه داخليه وبيعمل امتحانات الكترونيه للطلبه. طب لو احنا ظروفنا ما تسمحش يا مستر بالكلام ده، بحث بسيط زي اللي كنا بنعمله في الكليه زمان. البحث عباره عن ورقه، كل طالب معاه موبايل، لو موبايل ب 200 جنيه ب 100 جنيه بيدخل على النت يا جماعه، والطالب ينقل الورقه. هات لي كل الوصايا اللي انت موجوده في العصر الجاهلي، انا عايز خمس وصايا بس. لو الطالب كتب الخمس وصايا هو درس وصيه لامامه بنت الحارث، هيلاقي عمرو بن كلثوم موصي ابنه، وذو الاصبع موصي ابنه، والوصيه اللي جت في الامتحان عمرو بن كلثوم بيوصي ابنه. فتبص يلاقي الولد البحث اللي عمله من خمس شهور ولا اربع شهور مع المستر ده جه في امتحان التابلت من مركز الامتحانات، وكان الطالب هو اللي اكتشف الامتحان، والطالب هو اللي طلع الامتحان. واظن المدرس او المعلم اللي هيشتغل بالطريقه دي لا شك ان هو ناجح من الدرجه الاولى، ومعلم طب ومرموق، مفيش كلام ومفيش نقاش في هذا الكلام. حضرتك الموضوعات العلميه نقسم البيئه ومشتغلات البيئه، تلوث البيئه، اضرار البيئه، اضرار التربه، الحاجات، تلوث الميه، تلوث الهواء. طب نشتغل في الكواكب والاجرام السماويه، قطع عن الكواكب، قطع عن الشمس، قطع عن القمر. الموضوع بسيط جدا، احنا بنبسط الناس على زمايلنا وعلى اساتذتنا وحبايبنا. طب موضوع الحيوانات، قطع عن اربع خمس حيوانات، لو الطالب جاله واحده مشابهه هو اتعود على كده واتدرب على كده يا جماعه. انما حرام احفظ الطالب منهج ونقول للطالب ان المنهج ده هيجي في الامتحان، وبعض الاساتذه يقولوا للطالب خد الكتاب ادخل بيه، والطالب يدخل بالكتاب ما يلاقيش الاجابه. طب ما هو مش هيلاقي اجابه لان الامتحان بيطبق على ما يوازي المعلومه التي كانت في الكتاب. عشان كده ما الدكتور طارق طلع اتكلم مع الناس وقال لهم الاجابه مش في الكتاب، بس الامتحان من المنهج ومن الكتاب. فالناس كلها قبلت الجمله بسخريه واستهزاء. طب مين اللي بيحارب النظام يا جماعه؟ طب نرجع تاني لنظام الحفظ والتلقين، نرجع لل 410، نرجع اللي يجيب 408 ونص و409 ونص ما يدخلش، ويقف عشان واحد من عشرة ما يدخلش كليه الطب، ده اللي الناس عايزاه. ونرجع نقول مافيا الدروس الخصوصيه، ونرجع نقول ان الامتحانات بتقيس الحفظ. طب فين صفوه المثقفين اللي كانوا بيتكلموا من اولياء الامور من اربع سنين وخمس سنين؟ طب ما احنا بنعالج اهو يا جماعه. ليه الناس بتهاجم؟ ليه الناس ما بتساعدناش؟ يعني ايه مدرس يبدا يوتر الطلبه ويدي طاقه سلبيه لاولياء الامور؟ عيالكم ضاعت، فتيجي وليت امر قدام لجنه بنتها بتعيط وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، مشهد كنا بنشوفه في الثانويه العامه من 10 سنين. طب ليه؟ طب ما هو السنه تجريبي، بنتك ضاعت ازاي؟ معنى اللي انت حضرتك بتقولي بنتك ضاعت يبقى انت متخيله ان النظام ده او السنه دي بتحسب، السنه دي مش هتحسب. وسنه اولى السنه اللي فاتت ما لا تحسب. يدخل بنتها تقول لها التابلت ما اشتغلش غير بعد ساعه ونص، حسبي الله ونعم الوكيل في النظام.
يا جماعة ملناش علاقة بالتابلت، اشتغل بعد 3 ساعات الا ربع وحضرتك ملحقتش تجاوب واداك ورقة. المضمون هو ان تتعلم كيفية التعامل مع الاسئلة الجديدة. يبقى النظام كله ايجابيات، الموضوع محتاج دعم من حضراتكم. الناس الطلبة تهدى وتطمئن، الناس اللي في سنة تانية انتوا هتدخلوا ثانوية عامة على النظام القديم، والسنة اللي بعديها على النظام القديم، الموضوع ابسط مما تتخيل. ولكن لما نقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة نتدرب على الكلام ده يا جماعة هيكون في فكرة. انا شخصيا مع الطلبة اللي بشتغل معاها اتدربت على النظام ده، ولازم المدرس هو كمان يعمل بحث مع الطالب عشان المدرس يكون ملم بالكلام، عشان الطالب ما يدخلش يجيب وصية حضرتك انت ما تعرفهاش او حضرتك نسيتها. عفوا ان ما ينفعش. لو اشتغلت كده مع الطلبة هتفاجأ ان انت معاك وحوش في الصف الاول والصف الثاني، انت مش متخيل قدراتهم عاملة ازاي يا جماعة. لازم السؤال يبقى كده، لازم اعوده ان الامتحان مش نص هديهوله فيخش يلاقي النص، درس قراءة هيخش يلاقي درس قراءة، قصة هيخش يحفظها واديه حدثين، ليه الكاتب عمل كذا؟ طب ليه عنترة دار حول الوادي؟ طب ليه قطز ما استأذن سيده ابن الزعيم فرفض سيده في البداية؟ بلاش اسئلة الحفظ والتلقين. بعض الاساتذة زعلانين ان القصة جت في الامتحان، القصة للاطلاع والثقافة والفهم والتذكر، وموجودة وموزعة في النشرة بتاعت المنهج، يعني ايه حضرتك ما تشتغلهاش؟ حضرتك ما هو ما فيش سؤال في القصة، طب ما احنا ممكن نجيب كلمة من الكلمات بتاعت القصة، أي حاجة من اللغويات، إيه المشكلة؟ ليه ما نعملهاش حصتين يا جماعة 3 حصص؟ الموضوع أبسط مما تتخيل. المدرس اللي هيبدأ يكلف الطلبة بأبحاث وحاجات موازية ومشابهة للي العيال بيدرسوها، لا شك إن المدرس ده هيبقى مرموق وهيعدي الحدود كلها وهيبقى رقم واحد في المنطقة بتاعته. بس نشجع أولياء الأمور ونفهم أولياء الأمور، مش عشان خايفين على مصلحتنا الشخصية ومصالحنا الشخصية يا جماعة نهاجم الدكتور طارق ونهاجم نائب الوزير ونهاجم بتوع مركز الامتحانات ونهاجم مستشارين المواد ونقول ان المواد دي ما بتتحلش وان الاسئله ما بتتحلش. طيب هل في سلبيات في النظام؟ عشان نقول اللي لنا واللي علينا. اه في سلبيات في النظام. السلبيات التدريب، ان معظم المدرسين اللي موجودين مش عارفين يتدربوا على النظام عشان هم مش فاهمين النظام. الناس اللي بتدربنا لازم تكون ناس عندها مهاره وعندها كفاءه عشان يفهمونا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. لازم يبقى في تدريب على اعلى مستوى عشان الناس توصل لاولياء الامور. اللي حصل دلوقتي والهجوم اللي على الوزاره، الوزاره سبب فيه، سبب فيه عشان الناس مش فاهمه النظام الجديد، عشان الناس متخيله ان السنه بتضاف للمجموع، عشان مدرسين السناتر اللي مش عايزين يشتغلوا مع الطلبه، اللي عامل ملزمه بقى لها 15 سنه مش عاوز يغيرها، معلش انا اسف اللفظ استحملوني، عشان انا خايف على اولادنا وخايف على مصلحه اولادنا. ما ينفعش يا جماعه، لازم يا جماعه نغير. انت عايز تشتغل وانا كمان بشتغل وعاوز اشتغل وعاوز احافظ على لقمه العيش زي ما انت كمان عايز تحافظ عليها، بس ليه ما نعملهاش بالنظام الجديد؟ ليه ما نطورش من نفسنا؟ ليه ما نساعدش الطلبه على التطوير؟ ليه ما نساعدش اولياء الامور؟ ليه ما نفهمش اولياء الامور ان الموضوع ما عادش حفظ؟ ان حضرتك انت بتديله وصيه، الغرض من الوصيه هو النصح والارشاد، عاطفه الاب النصح والارشاد. الغرض والهدف بالوصيه نقل الخبرات الى الغير. دي الوصيه اللي هو درسها في المنهج، او ما انا رايح في الامتحان جايب له وصيه اول مره يشوفها واقول له عاطفه الاب ايه؟ النصح والارشاد. طب ما الهدف من الوصيه؟ نقل الخبرات الى الغير. اذا يا جماعه المضمون واحد ولكن الشكل مختلف ليس اكثر. الموضوع بسيط جدا، اصل بيجيب لي قطع علميه، لو حضرتك قعدت عملت لي 3 4 قطع في الشمس والقمر والكواكب وقطعتين 3 في الحيوانات، معلش متاسف، وقطعتين 3 في النانو تكنولوجي واشعه الليزر والاجهزه الطب الحديثه، تقريبا انت لميت كل افكار القطع المعلوماتيه. لو حضرتك عملت قطع ادبيه جبت 4 5 قصص قصيره زي قصه نظره اللي حضرتك كنت بتدرسها، وزي قصه الكنيسه نورت، وزي المقامه الحلوانيه اللي كانت عند حضرتك في سنه ثانيه من فتره، وعلمت الولد يقرا قصه قصيره، الولد يبقى متميز ومتمكن في القصه القصيره. الموضوع بسيط، الموضوع ابسط مما تتخيل. يا جماعه نشتغل صح، ندرس المنهج اللي عندنا، وبعد انتهائك من كل نص تكلف الطالب بالنص اللي عليه
يجيب كل النصوص، اربع نصوص او خمس نصوص ما تكترش على الطالب في نفس العصر، وتساله نفس الاسئله اللي موجوده عند حضرتك في النص. الموضوع بسيط جدا، وبقول لاولياء الامور اطمنوا السنه لا تضاف للمجموعه. مفيش داعي ابدا ان احنا نتوتر ونعصب نفسنا والعيال ضاعوا، لا، العيال خايفين، عيالنا خايفين عشان المدرسين مخوفينهم، عشان المدرسين بيقول لهم شفتوا ما احنا اشتغلنا واديتك ورق وملازم ورحت حضرتك ذاكرت الملازم وما جاش حاجه منها في الامتحان. لا، ده الامتحان هو اللي غلط عشان مفيش حاجه جت منها في الامتحان. لا، الورق هو اللي غلط، والنظام اللي المدرس شغال بيه بقاله 15 سنه هو اللي غلط، انما الامتحان صح. طب سلبيات النظام عشان ما اطولش على حضراتكم، التدريب، بنطلب الدكتور طارق شوقي تدريب للمدرسين، لازم حد يفهم، ينزل يفهم المدرسين الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. ما لازم المدرس يبقى عارف ان هو مش هيمتحن في نفس الكتاب، وبرده مش هيمتحن حاجات خارقه، لان لو اتدرب من الاول الموضوع بسيط جدا وسهل جدا وهيقدر يدرب الطلبه. حاجه كمان ان احنا نوضح لاولياء الامور من سلبيات النظام ان اولياء الامور مش فاهمين، وان الناس كلها قلقانة على عيالها، انا عندي عيال وقلقان عليهم وخايف النظام يحصل فيه ايه. طب افرض التابلت سقط من ابني والشبكه نزلت من ابني في الثانويه العامه، يا جماعه النظام ليس مرتبط بالتابلت والامتحان ليس مرتبط بالتابلت، ولكن الامتحان مرتبط بالفهم والتطبيق والبحث. عايزين نطلع طالب، الطلبه بسم الله ما شاء الله احنا عندنا ناس اذكياء جدا وعندنا ناس عباقره. ابنك عنده 6 7 سنين بيدخل يمسك الموبايل او التابلت بينزل وبيحمل كل الالعاب، يبقى الطالب اللي عنده 17 سنه مش هيقدر يحمل نص او اتنين مشابهين للنصوص ويكتب لي فيهم ورقه يا جماعه 30 سطر يا جماعه عشان يبقى مميز، عشان يدخل بعد كده يقول لك البلد علمتني حاجه. فعلا لما طبقت الكلام ده مع النظام مع الاولاد اللي معايا بجد ما كنتش متصور النتيجه، نتيجة بأكثر من 95% إيجابية، كل الناس بتعمل أبحاث واختمنهم الأبحاث وكأنهم طلبة جامعة وبنقسمهم مجموعات صغيرة وسكاشن وكأنه طالب جامعي بيبحث من أجل المتعة، بيستمتع وهو بيبحث. شوفوا لي كم أب وصى ابنه في العصر الجاهلي، شوفوا لي كم أم وصت بنتها في العصر الجاهلي. اللي هيطلع لي أكثر من 5 وصايا وفهمهم لكتاب مختلفين هياخد جايزة وهياخد شهادة تقدير، وهتصور معاه وهعمل معاه وهديله جايزة مادية وجايزة معنوية. هو ده الكلام يا جماعة، هو ده النظام. أولياء الأمور تهدى جدا، والمدرسين يحاولوا يغيروا. الناس الأفاضل زمايلي الأفاضل المحترمين وأساتذتي على دماغ الناس كلها، يا جماعة الملزمة اللي معمولة من 20 سنة لازم تتغير. اشتغلها ونوقف كل شهر حصة أو اتنين محاضرة أو اتنين نناقش البحث اللي الطالب عمله، الموضوع هيبقى جميل جدا وهيبقى ممتع وهتبقى حاجة هنستفيد كلنا منها. ده النظام الجديد ببساطة. النظام ما فيهوش أبدا تشويه للتعليم الحكومي عشان التعليم الخاص زي ما الناس بتقول، لأن في شائعات مغرضة ومؤلمة. الشائعات دي مين السبب فيها؟ وان هم جايبين صفقة تابلت فهم متدبسين فيها، مفيش الكلام ده خالص ابدا. ما والدليل ان نص المدارس الامتحان ورقي. الموضوع ابسط مما تتخيل. الناس بتتعامل مع الطلبه غلط والمدرسين بيتعاملوا غلط، وبالتالي الطالب مش عارف يحل. لما طلع الدكتور طارق شوقي يا جماعه الاجابه مش في الكتاب، ده حقيقه، ولكن المنهج او الامتحان من المنهج ومن الكتاب. يقول لك دي فزوره، لا مش فزوره. ما انا حضرتك العاطفه بتاعه الوصيه موجوده والهدف من الوصيه موجود والكلام اللي وصى بيه الاب ابنه تقريبا واحد، بس الكاتب اللي كاتب الوصيه مختلف، شكل الوصيه مختلف يا جماعه، بس المضمون واحد يا جماعه. الموضوع ابسط بكتير من الناس عاملاه. وبطمن كل امهاتنا وكل اخواتنا وكل اولياء الامور اللي تعبانين عشان خاطر عيالهم، الموضوع تجريبي يا جماعه، جربنا سنة وبنجرب التانية وهنجرب التالتة لحد ما كله يبقى تمام. وسيبك من الشائعات، يقول لك النظام ده لازم يتطبق من أولى حضانة من كي جي 1، لا طبعا. هو طالب في الثانوية عامة ما يقدرش يدخل يعمل بحث نص ورقة يا جماعة؟ يقدر. وبيعمل بحث أحسن من الباحث اللي بيعمله، لو باحث أكاديمي في جامعة
ما بيقدرش يعمل بحث بعظمه البحث اللي بيعمله الطالب الصغير. لا، مش لازم اديله حاجه يحفظها واخش اجبره في الامتحان عشان مدرس السنتر يفضل رقم واحد. طب ما حضرتك هتفضل رقم واحد برضه، بس حضرتك لازم تغير من نفسك، لازم حضرتك تتعب في شغلك شويه، لازم تبقى عارف ان يا جماعه كانه منهج متغير. يا جماعه اشتغلوا زي ما في منهج بيتغير وبيبقى امر واقع، والاساتذه كلها وزمايلنا كلها بنقعد في الاجازات نكتب مناهجنا ونعرف هنشتغل ازاي وهنقول ازاي. خلوها اكنه منهج اتغير ونطبق كده ونشجع العيال. سلبيات النظام عشان الناس ما تقولش انا اتكلمت في ايجابيات، التدريب 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 التدريب، عايزين تدريب وعايزين حد يطلع متخصص من الوزاره يفهم الناس الكلام ويطمن اهالينا ويفهمهم يا جماعه الموضوع واحد اثنين ثلاثه بنقط بسيطه. لازم المدرسين كمان، النظام ده نجاحه متوقف على المدرسين وعلى الاساتذه وخاصه عمالقه الدروس الخصوصيه، لان هي دي الناس اللي تعبت والناس اللي بتشتغل، لا هي دي الناس اللي بتشتغل المناهج والناس اللي بتقعد تذاكر. انا مش ضدكم، انا منكم. الناس دي لازم تفهم الطلبه النظام الجديد يا جماعه، لازم تفهم الطلبه النظام الجديد بيكمن في واحد اثنين ثلاثه ويبدا يشتغل معاه. المدرس اللي ربنا كرمه ووسع رزقه ربنا يزيده ويبارك له ويبارك له، يجيب السمارت بورد ويجيب شبكه داخليه ويعمل امتحانات الكترونيه ويظبط الطلبه وهيبقى نجمه رقم واحد وهيشكرني. طب المدرس اللي لسه في مقتبل وبدايه حياته ربنا هيوسع عليك، كلف الطلبه بابحاث ورقيه، بحث عباره عن ورقه في كل نص، يجيب لك خمس شعراء كتبوا في نفس غرض النص اللي حضرتك بتدرسه. عايز قطع علميه، اعملوا لي قطعه مكونه من 10 سطور 15 سطر عن الكواكب واعملوا لي عليها اسئله وطلعوا لي الاجابات، الطلبه هي اللي تصوغ الاسئله والاجابات وحضرتك تخش تناقشها معاهم، الموضوع هيكون بسيط وسهل. طب لازم نعمل كده؟ لازم. يبقى من سلبيات النظام الكلام، ومن السلبيات ان الاسئله بتاعت مركز تطوير الامتحانات على دماغنا محتاجه شويه استقصاء وتمحيص وفحص اكثر من هذا. بس الاسئله مش وحشه ولكن محتاجه شويه دقه خاصه في المضللات اللي موجوده في بعض الاسئله. واساتذتنا طبعا ودكاتره الجامعات كلهم الكبار كلهم في مركز تطوير ومركز الاسئله واعداد الاسئله، واظن في نخبه عاليه جدا من اساتذه الجامعات اللي درسونا سواء في جامعه القاهره من اساتذتي او في جامعه عين شمس. وانا بقول لحضراتكم الموضوع محتاج بس تظبيط شويه في الاسئله، ويعني نهندم العمل شويه في الاسئله عشان ما نخوفش الناس. انما انا بقول تاني ودي كلمه حق قدام ربنا، دكتور طارق شوقي ارقى واعلى وزير تربيه وتعليم جابته مصر، لو قدر ينفذ النظام وقدر يكمل النظام والناس لازم تساعده، ولازم الناس تكون فاهمه النظام ومؤمنه بالنظام. وللمره الاخيره بطمن كل طلبه الثانويه العامه، انت المره اللي جايه السنه اللي جايه مش هتمتحن تابلت، مش هتمتحن نظام اسئله من دي، هتمتحن عادي. والسنه اللي بعدها كمان الموضوع لسه قدامك سنتين كمان عقبال ما تبقى بقى نحدد ونقول النظام، ومجلس الشعب يوافق ان احنا النظام ده يتطبق في الثانويه العامه. انما طالما احنا نقل في سنه اولى وثانيه زي ما كانت نقله، طب ما نلعب بقى في الاسئله الجديده ونعلم الدفعتين دول البحث وان هو يعمل اسئله ويجيب النص بنفسه. كل الناس المحترمه تطمن وتطمنهم، فعلا دي خطوه ايجابيه جدا 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 في التعليم، وربنا يطمنكم على ولادكم كلكم وربنا يوفق، واتمنى التوفيق للجميع.